الدرجات المرتفعة في اختبارات الذكاء مرتبطة بوظيفة أفضل ورواتب أعلى عادة يعادل، وهذا اعتقاد شائع لكنه انتبهوا ليس صحيحاً. الأذكياء الذين يستطيعون استخدام المنطق في حل المشاكل قد لا يحققون إنجازات في حياتهم المهنية. 80% من الكفاءات التي تميز الأداء المتفوق عن الأداء العادي تعتمد على مستويات من الذكاء العاطفي، بحسب الطبيب النفسي دانيال غولمان الذي صاغ مصطلح الذكاء العاطفي في التسعينات، وأنا قرأت له كتابه على فكرة. هو مفهوم يستخدم لوصف مهارات مختلفة: التعرف على المشاعر، التعاطف مع الآخرين، الوعي الاجتماعي في حل المشاكل. نتعرف مشاهدين على الذكاء العادي وذكاء العاطفي مع الزميلة لميس إبراهيم. الأذكياء الذين يفتقرون إلى الذكاء العاطفي قد ينتهي بهم الحال للعمل لدى أشخاص أقل ذكاءً لكن يتفوقون في مهارات الذكاء العاطفي. الذكاء العام واختبارات الآي كيو تقيس القدرة على حل المشكلات والتكيف مع التغيرات المختلفة وفهم الأفكار المجردة. أما الذكاء العاطفي فله تأثير مباشر على النجاح والترقي المهني، وينقسم إلى 4 مكونات أساسية. أولها الوعي الذاتي. الوعي الذاتي أول مكونات الذكاء العاطفي، وهي القدرة على فهم نقاط القوة والضعف عندك والتعرف على تأثير مشاعرك الخاصة على نفسك. المكون الثاني الإدارة الذاتية، وهي قدرتك على إدارة عواطفك خاصة في المواقف الصعبة والاستجابة بشكل هادئ غير متسرع تحت الضغط. ثالثاً الوعي الاجتماعي، يعني التعرف على مشاعر الآخرين داخل المؤسسة وتفهم وجهات النظر المختلفة والترحيب بالتعاون من خلال فريق واحد. وأخيراً إدارة العلاقات، وهي القدرة على التأثير في الآخرين وحل الخلافات الفريق بشكل فعال. على كل حال، من مصر سألنا الناس: من هو الشخص الذكي بنظرك؟ نتابع الإجابات. الشخص الذكي من وجهة نظر أنا اللي هو في الحياة عامة إن هو يعمل بيزنس نفسه، ما يشتغلش عند حد، يعني اللي هو شغل 8 ساعات وكده لا، ده ما ينفعش. يعني لو في أزمات بيعرف يتعامل معاها، لو في أي مشاكل بيعرف يتعامل معاها، ما بيلجأش لحد، ما بيستعينش لحد، بيستخدم الإمكانيات اللي حواليه وبيعرف يتعامل معاها. من وجهة نظري الشخص الذكي اللي هو بيبقى ناجح في حياته، يعني في عمله مع أسرته في الكارير بتاعه، ده بيبقى شخص ذكي. طب كل واحد ليه طريقة معينة أو ذكاء في حتة معينة، كل واحد بيفهم في حاجة معينة، مفيش حد يعني ذكي ولا غبي، حتى الغبي بيفكر بس هو تفكيره جايبه لكده، يعني هو تفكيره جايبه لكده، مفيش حاجة اسمها حد ذكي بجد بعينه وفي حد غبي بعينه. الصعود إلى القمة سهل، إنما اللي أصعب إنك تستمر على القمة. اللي حط مفهوم الذكاء والغباء هو شخص عنصري، لأن مفيش حد ذكي ومفيش حد غبي. أنت عايز تبقى ذكي أنت هتقرأ وهتتعلم علشان تبقى ذكي، انما لو عايز تبقى غبي فانت مش هتقرب ناحيه الكتاب عشان تقرا منه، ولا هتقرا من اي حاجه، فانت بالتالي هتبقى شخص غبي. معنا الان مشاهدينا في الاستوديو دكتور نزار حجيلي اختصاصي الطب النفسي. اهلا وسهلا فيك دكتور معنا. يا صباح خير وكل عام وانت بخير. ميرسي، خدي لي اياك، كل عيد مبارك عليك وعلينا وعليك العالم العربي. طيب خلينا نبلش مبدئيا، شو هو الذكاء العاطفي وكيف بفرق فعليا من ناحيه طبيه عن الذكاء التقليدي الاي كيو؟ هلا هو الاي كيو اختراع انسان، يعني من زمان كثير، يعني صار له شيء 100 سنه الاي كيو واكثر، اخترعوا قرروا انه مواصفات معينه، يعني اكثر شيء خاصه باللغه وبالماتيماتيك رياضيات يعني، وقرروا يعملوا تيست، يعني كيف واحد بشوف طوله وتقله هيك، عملوا تيست انه هذا بخلينا نعرف انه الناس قديش عندها مستوى ذكاء، مقاييس بس كثير محدوده يعني. اوكي، وعملت مشاكل سياسيه واجتماعيه عبر التاريخ. طب من 30 سنة بروفيسور بهارفرد بلش يكتشف، بلش يطلع بالإيفوليوشن، يعني بالاجتماعيات والأنثروبولوجي، بلش يشوف يدرس كيسز مثلا بالتوحد، صار يقدر يفهم انه اكشلي يعني الانسان عنده عدة انواع ذكاء، وبلش يعمل لك كلاسيفيكيشن وكمالهم بيزيدوا، يعني 10 11 انواع ذكاء. غير مش بس ذكاء عاطفي، في انواع لا، في كثير انواع ذكاء واصلا هي منطقيه، يعني مثلا بعطي مثل، في ذكاء موسيقي اكيد موزار او فيفالدي موهبة او هاي.
اكثر. ايه بس هي تتكون بالموهبة، فيه بده يكون عنده نوع ذكاء، يعني طريقة كيف ياخذ المعلومة ويستعمل المعلومة او ليحل مشكل او ليقدر يخترع شيء كثير مقدر بالمجتمع اللي عايش فيه. ومنها قد تكون ذكي لكنك لست ذكيا عاطفيا، حتى مثلا خلينا نتكلم بالمهنة. نعم. انه تترقى وتصل الى منصب اعلى مما انت فيه يجب انه تتحلى بتلك الصفات او على الاقل المميزات. سالتني هذا السؤال قلت لها انا لست ذكي مهنيا، بتوطي من قيمتك كثير. لا 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 انت ذكي عاطفيا مهنيا. ايه برافو عليك. بانه انا استغل هذه الفرص، لانه الاستغلال جزء من الذكاء، انه تستغل الفرصه. اذا بتسمح لي دكتور قبل ما اجاوب عادل، انت عندك ذكاء، حس ذكاء عاطفي عالي جدا. مزبوط. من وجهه انا مالك. انا عاطفي بس مو لا 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 عجاد عجاد هي القدره على فهم الناس واستشعار مشاعرهم وحالتهم الذهنيه، اذا انا فاهم الموضوع بس صح. تترجمها مهنيا كيف افسر لك كيف؟ اصلا انت يعني تكمل على اللي انت اليوم عملوا ابحاث شافوا انه بمستوى معين من الناس، مثلا الناس مع بي اتش دي او ماسترز كلهم تقريبا بذات الذكاء. طيب بس بيفرق الليدر القائد عن غيره هي هالايموشنال انتليجنس، يعني الذكاء العاطفي. ومشان هيك بيلاحظوا الناس انه كل ما تعلى بمهنتك اللي بده يخليك بتصير تعرف قيمه قديش الايموشن انتليجنس اهم من الذكاء العادي او السكيل اللي عندك اياه. طيب. بالطائفه تبعك انت فيك تكون كمبيوتر بروجرامر. طيب على مستوى مش مطلوب انك تكون عندك ذكاء اجتماعي كثير قوي. طيب. بس تؤدي مهنتك صح، بس على مستوى معين بصير عندك ليدر، بصير انت ليدر عندك فريق عمل، لما بصير انت مدير عده فرق عمل صار الذكاء العاطفي اللي بده يعمل الفرق. وهذا بالفعل اللي بيقوله دانيال جولدمان اللي اخترع هذا الكونسبت تبع الذكاء العاطفي، انه في له كتاب او محاضره ب 2005 بيقول انه why is it more important than IQ، لماذا هو اهم من فكره الاي كيو. طيب معروف بانه او كما نعتقد بانه احنا يا اما الذكاء هو شيء نولد او نخلق فيه او لا نخلق فيه، يعني لما ننولد هو يعني فينا او ذكي او مش ذكي، ولكن اكتشفوا بانه الاي كيو ممكن احنا نرفعه ونزيده. مزبوط. بالتعلم الممارس. بالتدريب. مزبوط. هل الذكاء العاطفي ايضا يمكن ان نزيده؟ زيت الكونسبت. عشان هيك هلا بكل شيء تربوي بلشوا يفوتوا خصوصا بالبلاد الاسكندنافيه كيف يطوروا الذكاء العاطفي والاجتماعي بالكوريكولوم تبع الاولاد ليخلقوا منهم حدا اسكى اجتماعيا وعاطفيا. هلا اكيد الجيناء والتربيه وخبره الانسان بالحياه، يعني ولد عمل تروما امه ما كانت عاطته عاطفه او صار في حرج جنسي وتر في تروما يعني بحياته اكيد بيكون بوضع هانديكابت اكثر. في ناس فيها الجيناء اكيد فيها الجيناء دور، مثل ما واحد خلق بيعرف يلعب، مثل ميسي خلق بيعرف يلعب فوتبول. طيب. مثلا بعطي مثلا، بس انت فيك تخلق حدا بيلعب فوتبول منيح يمكن ما يصير ميسي، بس فيك تطوره بذات المنطقه بالذكاء العاطفي. مقارنة بين ميسي ورونالدو انت قاعد تقول دكتور. انا مش عارف مش عارف رأي سياسي يعني. مقارنة ما بين موهبه وعمل دؤوب. طيب قبل شوي قالت لي تحت الهواء بانه من حتى في المهنة نعم. قد يحبك هذا المدير فبالتالي يقدمك على بقية زملائك، مثل ما أنت أيضا تروح تحب حلاق تنبسط عنده، قد لا يكون هو أفضل أشطر حلاق لكن أنت بتروح عنده لأنه مرتاح لنفسيا. وأنا كطبيب بقول لك زيت الشيء، أنت مش مفروض تكون مش أحسن طبيب أكثر طبيب محبوب. طيب. يعني في عندك جراح يكون وحش. أيه. كثير قوي. طيب. ولكن تعامله مع الناس عاطل جدا. الناس ما حتحبه رح يخسر. هذا هو الذكاء العاطفي. هذا الذكاء العاطفي قديش قادر أنت تفهم عواطفك وتستعملها وتسيطر عليها، هاي بسموه الكوجنيتيف مانجمنت يعني. وتقدر تفهم عواطف غيرك وكمان تشتغلها وتروقها. أصلا بيقولوا إنه الليدر اللي اذا عنده مش عم يقدر يسيطر على الايموشنز تبعه يعني على عواطفه بيعمل مثل بتصير كونتاجيوس يعني بتنزرع على كل الفريق تبعه والبرودكتيفيتي بتخف. احنا انا ما بديش يعني اطيل عليك ولكن انا بحس انه النساء عندهم حس ذكاء عاطفي اكثر من الرجال. هلا بيجي لك انا انا مزبوط انا لا اقول لك مثلا هذا مثل كثير حلو ليه اوقات المدام المره بتجي عن جوزها مثلا او عن صاحبها صديقه او بتبق
بلش تحكي وتحكي وتحكي. الرجال بالمنطق بده يلاقي لها سوليوشنز. طبعا هي اكبر غلطه حلول. هي اكبر غلطه لانه هي مش جايه تطلب سوليوشن، هي جايه تحكي وتعبر عواطفها لتريح حالها. لا وعندها القدره كمان، احنا بدناش نطول لا لا ولا يهمك، بس عندها القدره ايضا على قراءه واستشعار مشاعر الاخرين بحس اكثر من الرجل. بس انا شهادتي مجروحه طبعا لاني امراه، فاشكرك جزيل الشكر دكتور نزار حجيلي اختصاصي الطب النفسي، كان معنا. شكرا لك، يعطيك العافيه. الإنسان الذكي اللي هو الحكيم، اللي هو بقدر يمتص أي غضب أو أي مشكلة أو أي إشي في الدنيا يكون عنده الحكمة، هذا هو الإنسان الذكي صاحب سرعة البديهة، الإنسان اللماح بكل الأمور، يكون بحكم عقله قبل كل إشي، هو الإنسان الذي يحكم عقله. الإنسان الذكي هو اللي بيعرف يخلص حاله من كل موقف بيوقع فيه، اللي بيحكم عقله، حكم تصرفاته، بتحكم بأموره الشخصية. الذكي اللي عنده ذكاء، اللي عنده فهم، المخترع الطائرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.